مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من برنامج المنتصف في تغطية مستمرة لآخر الأخبار والأحداث الرياضية. البداية دائم مثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. بيتزي يعلن قائمة الأخضر للمرحلة الرابعة، بدينا مرحلة الجد. وفي يوم الحصاد الرياضي اتحاد القدم يحتفي بالأفضل والأبرز في الملاعب السعودية. والخضير يتجه للاحتراف ويوقع رسميا مع هيئة الرياضة. وبعد ضجة إعلامية وأيضا بيان ناري لاتحاد القدم، رؤساء الأندية يلتزمون الصمت. حياكم الله من جديد. اليوم عشنا أجواء رياضية مميزة، حصاد الموسم الرياضي بتوزيع جوائز الختام. نقول ألف مبروك للجميع. للأمانة جميع الأسماء كانت تستحق هذا التكريم، قدمت في هذا الموسم موسم مختلف وكان لها بصمة واضحة في الدوري السعودي أو حتى على مستوى المنتخبات، وأيضا في جانب العمل الإنساني والاجتماعي. اليوم راح نفتح كثير من المواضيع، راح نناقش كثير من القضايا في هذه الحلقة. بس بداية نرحب بضيوفنا، نقول مساء الخير للإعلامي والناقد الرياضي خالد الغانم. حياك الله يا أبو عبد العزيز. أهلا وسهلا فيكم أخوة المشاهدين والمشاهدات والزميل العزيز الغالي عبد الله. على ما يجهز إن شاء الله معانا عبد الله فلاتة من جدة، نروح لزميلنا ريان مع فقرة أخبار المنتصف. وقول مساء الخير يا ريان. مساء النور عبد الله لك وضيوفك الكرام والمشاهدين طبعا. اليوم وش عندنا أبرز الأخبار؟ اليوم حقيقة عبد الله فيه عدة أخبار متنوعة وتستحق جميعها الذكر. لكن راح أذكر أنا خبر فهد هريفي، خبر طائرة الهلال، تتويج طائرة الهلال. وأما الأخبار الثانية أتركها على طاولتك. طيب عطنا اللي عندك. يلا نروح مباشرة. أهلا بكم مشاهدينا، حيث نشير في الخبر الأول إلى أن قرعة الأندية المشاركة في البطولة العربية غدا. تستعد الأندية المشاركة في البطولة العربية لمتابعة القرعة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في جدة، برعاية تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وبحضور رؤساء الاتحادات والأندية المشاركة في البطولة. يذكر أن البطولة ستكون الأضخم وفقا لما تحمله من مزايا لم يسبق أن شهدتها البطولات العربية السابقة، وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك النهائي، ويحصل البطل على 6 ملايين دولار. أما في الخبر الثاني، الخضير يلحق بالمرداسي ويدخل عالم الاحتراف. أصبح الدولي تركي الخضير ثاني الحكام السعوديين الدوليين المنضمين إلى نظام الاحتراف بعد الدولي فهد المرداسي، بعد موافقة تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على تعيينه موظفا في الهيئة. وبتعيينه يكون الخضير قد تفرغ للتحكيم بشكل رسمي، إذ يعتبر الخضير من حكام النخبة في قارة آسيا. وقدم الخضير شكره وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على الثقة. أما في الخبر الثاني، حفل اعتزال الهريفي في 9 مايو المقبل. أعلن فهد الهريفي لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر السابق عن تأجيل حفل اعتزاله إلى 9 مايو المقبل، وذلك بسبب افتتاح مشروع الجدية في العاصمة الرياض في ذات يوم الحفل.
وقال رغبة مني في مشاركة وطني وقيادته ومجتمعنا في مشروع الجدية. طلبت من اللجنة تأجيل الاعتزال حتى لا يتزامن مع المشروع الذي سيرعاه مولاي خادم الحرمين الشريفين ولإتاحة الفرصة للجماهير والإعلام. أما في الخبر الرابع، فريق الهلال لكرة الطائرة يتوج ببطولة النخبة. توج فريق الهلال لكرة الطائرة ببطولة النخبة بعد فوزه اليوم على فريق الأهلي بثلاثة أشواط دون مقابل، ليحصد الفريق الهلالي ثلاث بطولات في موسم واحد، وهي سابقة تعد هي الأولى من نوعها، ليصل عدد البطولات التي حققها فريق الهلال لكرة الطائرة إلى 54 بطولة، وتعد هذه أول بطولة للنادي العاصمي في اعتزام الجابر الرئيس الجديد. كانت هذه آخر أخبار الزميل عبد الله، وتفضل. الله يعطيك العافية، شكرا لك ريان. نذكر بس بالاستفتاء اليومي لبرنامج المنتصف، احنا طرحنا السؤال في الحلقة الماضية برأيك ما هي التغريدة الأقوى لرؤساء الأندية فيما يخص ميثاق الشرف. حصل الخيار الأول تغريدة سعود سويلم على نسبة 54%، أما الخيار الثاني تغريدة سامي الجابر حصلت على نسبة 35%، الخيار الثالث تغريدة مجد نفيعي حصلت على النسبة الأقل 11%. اليوم أيضا بإمكانكم المشاركة في الاستفتاء أيضا الخاص في برنامج المنتصف. السؤال المطروح اليوم برأيك من هو المهاجم الأكثر جاهزية للعب أساسيا في المنتخب السعودي في الفترة الحالية؟ خيار الأول محمد سهلاوي أو مهند عسيري أو هارون كامارا. المشاركة في هذا الاستفتاء من خلال صفحة البرنامج على التويتر. خليني أبدأ من عندك أبو عبد العزيز. من الأخبار صراحة اللي شدتني اليوم موضوع دخول يعني تركي الخضير في عالم الاحتراف، وهذه خطوة يمكن تأخر فيها الحكم السعودي، كنا نطالب فيها من سنوات يعني طويلة سنوات ماضية بأنه الحكم السعودي لازم يتغير وضعه إذا إحنا نبغى نشوف حكم جاهز لتحكيم كرة القدم. في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تتذكر على الطاولة دي تكلمت أنا وياك وقت ما جاء خبر فهد المرداسي، انا قلت انه ما في في هالبلد الا هالولد. قلت لي يمكن ما عندنا الا اسم واحد، قلت لك لا، في ثلاثه اسماء او اسمين جاهزين، واحد منهم خضير. وانا اتمنى انه بامانه ان يجد نفس الدعم الموجود لفهد المرداسي. فهد الخضير من الحكام المتميزين، يحتاج الى تطوير. كل حكامنا بشكل عام يحتاجون الى تطوير، عليهم عندهم اخطاء زي اي حكم ثاني، اذا ما تطور امكانياته وادواته وقدراته حتظل عنده اخطاء ونفس الشيء. لازم الوقوف لجنة التحكيم يجب أن تقف مع هذا الحكام. نشكر معالي المستشار تركي الشيخ اللي دائما يقدم خطوات تساعد وتسهم في تطوير لعبة كرة القدم في الدوري في السعودية، ومن ضمنها التحكيم السعودي. الآن الخضير أصبح متفرغ كليا لتطوير نفسه، لتقديم نفسه كحكم دولي يستطيع أن يحكم حتى في المحافل الدولية. أرجع أقول نتمنى أن يجد الدعم اللي موجود عند فهد المرداسي، أن يجد تركي الخضير وباقي زملائه، وحيطلع لنا مجموعة حكام سعوديين ممتازين إذا أهلوا صح وعطت لهم الإمكانيات والقدرات وتم تكثيف الدورات لهم وعطوا الدعم الكامل كما يعطى بعض الحكام. اليوم تتوقع أنه في فرصة للحكم السعودي من جديد لقيادة مباريات المنافسات السعودية، ولا بعد اللي شفناه في الموسم الماضي يعني الفرصة أصبحت صعبة شوي؟ لا، شوف الموسم الماضي احنا شفنا حكام أجانب كلهم أسوأ. يعني الحكام السعوديين أصبحوا متفوقين عليهم. بس ما تعتقد اليوم الأخطاء في الحكام السعودي أقل من الأخطاء اللي موجودة عند الحكام الأجنبي؟ ما تعتقد اليوم بأنه المنظومة الرياضية عندها هذه القناعة بأنه الحكم السعودي الحكم الأجنبي يعني خرجنا من الضغوطات من أوكي، ولكن شوف خرجك من الضغوطات، ولكن ما زالت الأخطاء موجودة، ما زالت النتائج أخطاء مؤثرة في المباريات. فمعناته ليش أنا ما أعطي الحكم السعودي فرصة؟ علما بأني أنا من أكثر الناس اللي كنت مطالب وما زلت بالحكم الأجنبي، وأعطاء دورات وتطوير للحكم السعودي. وقتها ممكن إحنا نطالب بأن يعود الحكم السعودي لقيادة الدوري السعودي. الآن الحكم السعودي دائما يعيش تحت الضغط، لأنه عايش معنا في مجتمعنا تحت الإعلام، ضغط التويتر، ضغط الجماهير، ولا في حماية كافية للحكم. بالعكس، هو يحاسب يعني اللجنة اللي كانت ماسكتهم سابقا كل شهر عندهم مقصرة شهرية وأمام الملأ. هذا في عهد عمر المهنة كان في الاجتماع الشهري. لا في اللجنة هذه أصلا ما حكموا إلا يمكن كم أسبوع أو أسبوعين بعد كده. لكن الاجتماع أقر عمر المهنة. أي أقر عمر المهنة، أنا كنت أسميه مقصرة الحكام. أنت ضد هذا 100%، وقلناها كم مرة حتى على هذه الطاولة. أنا كنت أتمنى أنه تسوي دورات. عمر المهنة أنت عندك خبرة
انتم مجموعه اسماء موجوده في احكام التحكيم السعودي، اعطوا دورات لتطوير ادوات هذا الحكام، اعطوا فرصه انهم يطلعون، ما تجيبهم انت وتحاسبهم قدام الملأ. في الاخير هذا شخص يحكم، اذا ضاعت هيبه الحكم في المباراه تفلت المباراه من الحكام. صحيح ولا لا؟ صحيح، كلام صحيح. فانا هذا عشان من هذا الباب احنا نعارض عليه. احنا مع الشفافيه ومع كل شيء، ولكن في امور يجب ان تعامل باصولها. الان ايش الدورات وايش البرنامج الان اللي عدوا الاتحاد السعودي؟ احنا في بدايه موسم الان، المفروض كل الانديه قاعده تجهز نفسها. الاتحاد السعودي يجب ان يجهز حكامه، المفروض انه في دورات باينه وواضحه ومدروسه ضمن الفتره اللي فاتت. يعني الاتحاد السعودي في البدايه كان يقول لك احنا لسه بادين وبدينا من نص الموسم، طيب الان ايش عذرك؟ الان انت ايش قدمت فعلا للحكم السعودي؟ اللي قاعد يقدمه تركي آل الشيخ، الاتحاد السعودي ما قدم شيء حتى الان. لجنه التحكيم انت جبت لي حكم ما هو ذاك الكفاءه ومسكته اللجنه، ومع هذا قاعد يقدم لنا لاعبين حكام اجانب سيئين، النتائج التحكيميه ما هي ذيك الدرجه. ولا طورت ولا حكم سعودي واحد. نعم. وما زال الدعم لنفس الاسم لنفس الشخص اللي هو فادي مرداسي. طيب عبد الله فلاته جاهز ولا لسه يا شباب من جده؟ طيب خلونا نرحب عبد الله فلاته الناقد ايضا في برنامج المنتصف، حياك الله مساك الله بالخير يا ابو احمد. مساء النور السرور، امسي عليك وعلى العزيز اللي من غيبه يعني. ها حبيبي. وانا سعيد المشاهدين جميعا. طيب خلوني استاذنكم، معي اتصال ايضا الحكم الدولي تركي الخضير، مساك الله بالخير يا كابتن. طيب على ما يجهز خليني اروح لك عبد الله فلاته، اسالك في نفس هذا السياق، انت كيف شفت هذه الخطوه بدخول الحكم تركي الخضير للاحتراف في عالم التحكيم؟ خليني اقول يعني بصفه رسميه، كان في مطالبات في سنوات ماضيه انه يتغير وضع الحكم السعودي، الحكم اللي لا يستلم مستحقاته، حكم هاوي يتلقى كل المتاعب والانتقادات. اليوم الوضع اختلف يعني بوجود صوره واضحه من قبل المنظومه الرياضيه. طيب احنا نتكلم عن يعني تركي الخضير كفرد ولا نتكلم كمشروع كامل؟ اللي انت ايش تبغى تتكلم فيه؟ انت شايفه مشروع ولا شايفه خدمه شخصيه لتركي هذا الموضوع؟ انا لا، مو انا شايفه خدمه شخصيه. انا اتمنى يكون العمل مشروع. ما نكون نتكلم تركي وزيد وعبيد، نتكلم مشروع تطوير لكل الحكام. ها قد تكون هي دي البدايه، تلحقها خطوات اخرى تكون الامور يعني تكون واضحه بشكل كبير. تركي الخضير انا قبل فتره طويله امتدحت الحكم تركي الخضير وطالبت بالحكم تركي الخضير، ممكن هو يتداخل معنا وممكن يسمعنا او شيء باخر. أيه. لكن في الفترات اللاحقه يعني ما ادري الصراحه، لكن قد يكون ان شاء الله الاحتراف يعيد لنا تركي الخضير الحكم المتمكن، الحكم الجريء، صاحب القرار الشجاع، وهو من النماذج من الحكام الجيدين اذا ما عاد لتركي الخضير الاول. طيب الاتصال جاهز معنا يا شباب؟ طيب خليني اروح اليوم موضوع اخر، اعلنت اليوم اداره المنتخب الوطني الاول قائمه الاسماء المختاره لمعسكر اسبانيا اللي راح ينطلق يوم الاربعاء الجاي ويستمر حتى 15 مايو المقبل، وسيخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين وديه مع منتخب الجزائر في 9 مايو والمباراه الثانيه مع المنتخب ايضا اليوناني في 15 من نفس الشهر، وسيخوض أيضا منتخبنا خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس العالم 3 مواجهات ودية بحسب ما أعلن في وقت سابق، مباراة مع البيرو وأخرى مع إيطاليا والمباراة الثالثة مع ألمانيا، والله يكفينا شر مباراة ألمانيا. طيب قبل ما أناقش معي على الهاتف الحكم تركي الخضير، مساء الخير يا كابتن. مساء النور أخوي عبد الله، يا هلا وسهلا. الله يحييك، احنا اليوم نتشرف فيك في برنامج المنتصف، وانت اليوم صراحة قمت بخطوة مهمة في مسيرتك التحكيمية بالتفرغ، او خليني اقول الدخول بالاحتراف، واكيد انه هذه الخطوة يعني سبقها تفكير طويل من قبل تركي الخضير. صحيح، اشكركم اول شيء على الاستضافة، ثانيا احب اقدم الشكر الجزيل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة مستشار في الديوان الملكي على استضافته اليوم لي وعلى أمره بوظيفة وتفرغ كامل كاحتراف لي كثاني حكم سعودي
أشكر جزيل الشكر وأشكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت على ما يقدمونه بكل أمانة للتحكيم في السعودية أو للرياضة السعودية من خلال الأشهر الماضية من عمل جبار بكل أمانة وتقدم لاحظناه على مستوى الرياضة عندنا. اليوم أنا حكم محترف بحول الله أن التحكيم السعودي في الموسم القادم استثنائي بإذن الله. أنت شايف في بوادر اليوم يعني من خلال القيادة الرياضية بأن التحكيم سيكون في وضع مختلف الموسم الجاي؟ يعني عندك معلومة في هذا الموضوع؟ أنا أشوف أن كل يوم نام وتصحى فيه خبر إيجابي فيما يخص الرياضة على مستوى التحكيم. أنا كل ثقة في معالي المستشار من خلال ما لمسته اليوم أن الوضع من يعني راح يكون بالنسبة للحكم السعودي من أفضل إلى أفضل وبمراحل يمكن يفوق ما الشخص يفكر فيه. هناك خطوات يعني سواء على المستوى الفئات السنية للحكام في درجات الفئات العمرية الأقل أو فيما يخص الحكام الدوليين النخبة. هناك عمل جبار بحول الله وأن الموسم القادم أخوي عبد الله بإذن الله أنه سوف يعود الحكم السعودي لسابق عهده من سبقونا من أساتذتنا سواء كان يعني خليل جلال أستاذ العزيز أو أستاذ العزيز عبد الرحمن الزيد أو عمر مهنا أو الأستاذ الكبير علي طريفي. يعني كل من سبقونا بإذن الله نعيد أيامهم ونكون أفضل بإذن الله. نعم. طيب كابتن، أنت تحس أنه اليوم دخولك عالم الاحتراف هي من خلال علاقتك يعني شيء شخصي ولا هذا مشروع للرياضة السعودية بشكل عام؟ يعني راح نشوف أكثر من حكم مستقبلا راح يدخل الاحتراف في كرة القدم أو في التحكيم؟ هذه ما فيها يعني معالي المستشار ما عنده يمكن الأمور هذه اللي عنده من يقدم ويخدم وطنه. أنا وفهد، أنا وزميلي فهد المرداسي حكام نخبة فئة A يعني مثل السعودية في المحافل القارية. اليوم لما يفرغ فهد ويفرغ تركي يعني معالي المستشار له نظرة أبعد من كما احنا نفكر فيها الآن. أنا الآن أضع الكرة في ملعبك، أنت الآن مفرغ، أنا أبغى هذا ينعكس عليك وتمثل المملكة خير تمثيل. اليوم الحمل علينا أنا أو زميلي فهد في أن نقدم كل ما نملك، يعني سواء أنت الآن مفرغ يعني عندك الصباح تقدر تتمرن وعندك فترة ثانية اللي هو التمرين الرسمي سواء مع الحكام، كل ما عليك الآن هو أنت تشتغل على نفسك. جميع السبل متوفرة لك، أنت عندك راتب الآن، عندك مدرب، عندك كل شيء تستطيع أنك تسويه. الآن الكرة في ملعبنا، أنا يعني معاهد النفسي بإذن الله أن الموسم القادم سوف يكون استثنائي بإذن الله. لك جميعا كحكام سعوديين. يعني بصراحة كابتن أنا أشوف في حالة من التفاؤل عندك في الموسم الجاي. أنت لو عشت اليوم اللي أنا عشته في مكتب معالي المستشار شيء عجيب بكل أمانة، شيء يعني يفوق ما أتصور أنا أو أني أتوقع أني أشاهد اللي أنا شاهدته اليوم من عمل. أنا شغل على جميع الاتجاهات سواء على مستوى التحكيم أو على مستوى اللعيبة أو على يعني اليوم أنا وأنا عنده كان في أكثر من لاعب في عمل فيه جهد يعني يمكن يتحقق لو بعد أنت تتوقع أنه يتحقق بعد شهور. أنت يوميا تسمع خطوات يعني بالنسبة فيما يخص الرياضة السعودية. نعم. يومي في أخبار. طيب كابتن، أنا معي خالد الغانم ومعي عبد الله فلاتة ضيوف برنامج المنتصف اليوم وهم عندهم مشاركة معك، تفضل أبو عبد العزيز. خالد الغانم، في البداية أنا أحب أبارك لك أخوي تركي هذه الخطوة وهي خطوة متميزة، وأنت من ضمن الحكام اللي أنا شخصيا كنت طالب بأنه أنت تدعم وتعطى فرصة كما أعطيت بعض زملائك. الله يسعدك أخوي. أنت قلت قبل شيء قلت أنه في عمل جبار من لجنة التحكيم أو من الاتحاد السعودي. احنا كمراقبين او متابعين او نقاد ما احنا شايفين هذا الشيء، احنا شايفين تلك الشيخ زي ما قلت انت في ختام كلامك انه عمر جبار قاعد يقوم فيه تلك الشيخ، دعم لكل الاتحادات لكل اللاعبين لكل الشرائح الشارع الرياضي، يعني حد مهتم بكل قطاعات الرياضة. انا ماني شايف اي خطوة من لجنة التحكيم اللي انت سويته حتى الان، ممكن في شيء احنا مو شايفينه، يا ريت تشرح لنا اياه. انا ابو عبد العزيز قلت لك انا اوعد انه في الموسم القادم عمل استثنائي، الموسم هذا انتهى
بس هو يقول وش البوادر اللي انتم شايفينها؟ احنا ما احنا شايفينها من اللجنة، احنا ما احنا شايفين شيء من لجنة الحكام. احنا نقصد هي في مشاريع تطويرية بالنسبة للحكام في الموسم القادم من خلال معسكرات وايضا للفئات العمرية الاقل. يعني هذا الشغل اللي موجود الان يا كابتن انت ما شفته في المواسم الماضية؟ فرق، انت فرق الدعم. انت الان من بعد مجيء معالي المستشار تركي الشيخ صرفت جميع مستحقات الحكام الماضية. صحيح، هذه خطوة تعتبر خطوة جبارة، ترى ما هي خطوة سهلة. صحيح صحيح، تتكلم عن ملايين. صحيح، يعني هذا كان حلم كل حكم انه يستلم، مستحيل ان الواحد يفكر انه بيجي يوم ياخذها دفعة واحدة. صحيح. انا اقول لك انا شفت حاجة اليوم في مكتب معالي المستشار، لا لو يعني صعب اني انا اشرحها. عمل عمل كبير اخوي عبد الله، عمل كبير جدا جدا يفوق، يعني انا احس انه يفوق امكانياتنا احنا في التفكير في الوقت الحالي انه ممكن المملكه تصل الى هذا الشيء. ممتاز. هذه السرعه. ممتاز صراحه، بالفعل يعني احنا في خطوات مثل ما قلنا، خطوات تعتبر هي خطوات تاريخيه في الرياضه السعوديه على كل المستويات والاصعده، واحنا هذا مو كلام احنا جالسين نتكلم فيه، هذا واقع احنا عشناه على ارض الواقع من خلال الخطوات، العمل في الانديه، في المنتخبات، على مستوى اللاعبين، على مستوى الحكام. بس خليني كابتن استاذنك اروح لعبد الله فلاته ضيفي من جده ايضا، يعني بيطرح تساؤل. تفضل يا ابو احمد. امسي عليك يا كابتن، واحييك واحيي خطوتك الشجاعه وتفاؤلك، واتمنى لك التوفيق. وبالنسبة لعمل المستشار تركي آل الشيخ لا خلاف عليه، عمل جبار وعمل كبير، لكن أنا بتسأل، الاحتراف يعني حقوق وواجبات. هل الآن وانت داخل عالم الاحتراف عارف في نظام أصلا هو نظام احتراف لنا ولا مستنسخ من احتراف خارجي؟ النقطة الثانية، هل عارف الحقوق والواجبات اللي عليك؟ وهل هو الاحتراف الآن مجرد تفريق من عملك أو يعني استقالتك من عملك وتفرغك؟ أتمنى أن دي النقاط تكون موجودة عندك عشان أنا أقدر أشاركك التفاؤل بشكل كبير. أبو أحمد حبيبي، أنا ما سمعت السؤال الأول، بجاوبك على السؤال الثاني. السؤال الأول يقول في عندنا نظام احتراف واضح في المملكة، يعني أنت لما تدخل عالم الاحتراف في نظام موجود؟ حقوق واجبات. نعم. أنت بالنسبة لك في حقوق في واجبات؟ أنا بجاوب حبيبي أستاذ عبد الله. اولا بالنسبه للاحتراف، هو انت الان تتقاضى على العمل والتمثيل اللي انت تمثل فيه المملكه العربيه السعوديه في المحافل، انت الان مفرغ تماما لاداء التمارين وتطوير نفسك. تطوير نفسك مش انت تطور نفسك، عندنا مدرب احنا معتمد. انت الان مفرغ تاخذ عليها راتب، انت الان عندك حصتين تمرين هذه اجباريه، عندك يوم راحه. لا انا موضح لي كل الامر، يعني انا ما جيت كذا بس ووقعت عقد ومشيت. انت انا عندي مدرب يتابعني ويرفع للجنه الحكام الرئيسيه تقرير. احنا عندنا الان بشكل يومي يرفع الحضور والغياب بالنسبه لاي حكم، فما بالك انت الان محترف. انت مطالب منك الان فترتين تحت مظله الاتحاد السعودي من مدرب معتمد. نعم صحيح. أنا يعني أنا بقولك بس على سبيل المثال، في 2016-2017 أنا كنت خارج المملكة 82 يوم. أنت هذه الآن أنت ما تقدر طالبني بالحضور مثلا. أنا رايح أمثل المملكة في محفل أو عدة محافل من خلال عدة مشاركات. أنت تابع مثلا الآن في الاتحاد السعودي، أنت من العلم والرياضة اللي تطورت الآن في أجهزة رياضية، أنت تبين أنت تمرنت ولا لا. وفي النهاية يعني الشخص العاقل والرياضي اللي يبغى الفائدة لنفسه، يعني أبغى أوصلها لك، أنت في الأول والأخير أنت اللي تنصح لنفسك، وأنت اللي تهتم، وأنت اللي إذا كنت تطمح يعني المزيد من النجاحات اللي حققتها. كلام سليم. طيب زي ما قلت أخوي عبد الله، أنا دائما حريص ودائما يعني بإذن الله قلتها سابقا في مداخلة في إحدى القنوات، واليوم أقول أهلك الآن أن الموسم القادم بحول الله للتحكيم السعودي موسم استثنائي بإذن الله. بإذن الله تعالى حنا نتمنى لكم مزيد من التوفيق، وإن شاء الله نشوفكم في ملاعبنا، يعني ترجعون لنا. ملينا صراحة من الحكم الأجنبي اللي شفناه في الموسم الماضي وتكررت نفس الأخطاء الماضية، احنا اشتقنا نشوف الحكم السعودي حتى مع أخطاء احنا راح ندعمه. شكرا كابتن.
يعطيك العافية الكابتن الحكم الدولي. إن شاء الله يطلعون أخطاء، ما نبغى نفس الأخطاء، نبغى خلها بنفس أخطائها بس خلنا نشوفه. لا نبغى أخطاء أقل. تركي خضير من الحكام المميزين، الأخطاء يعتبر من أقل الحكام أخطاء. صحيح. ما في حكم ما يخطئ. بس إنه هو يمر بمراحل، يعني تركي الخضير مرحلة ممكن يوصل لمرحلة الممتاز. اللجنة نفسها ما كان في استقرار، ماشي إن سابقا زي ما قال تركي قبل شوي لهم رواتب كذا سنة متأخرة. يعني أنت قاعد تتعب وتروح وترجع. والجرائد شاب عليك، البرامج شابين عليك، الجمهور في الطريق شابين عليك، وما هذا كله وما انت حقك ما اخذته. صحيح. طيب خلوني انتقل لموضوع اخر، لانه احنا تكلمنا بشكل موسع عن موضوع تركي الخضير. ابو احمد، المنتخب السعودي احنا قلنا في العنوان اليوم احنا دخلنا مرحلة الجد، يعني اليوم ما عاد في مثل اول احنا نجرب اللاعب الفلاني، التكتيك الفلاني، الخطة اللي ما ادري ايش. اليوم احنا خلاص باقي لنا تقريبا شهر وعشرين يوم وندخل أهم مناسبة رياضية، روسيا 2018 كأس العالم. يعني واضح إنه العمل مستمر والبرنامج يطبق، واختيارات المنتخب اليوم يعني ضمت أفضل الأسماء الصراحة. تابعنا الاختيارات، صحيح الثلاثي اللي في أسبانيا غير متواجد بحكم إنه ما بتكون أيام فيفا. مباراتين اللي حتكون مع منتخب الجزائر، منتخب الجزائر اختيار دقيق، انت بتلعب مع الكرة الافريقية اللي حيمثلها معك في المجموعة المنتخب المصري، وبتلعب في نفس الوقت مع المنتخب اليوناني اللي هو مشابه للمنتخب الروسي. فالبرنامج ماشي بشكل جيد بشكل محكم. احنا نحتاج ان نمنح المنتخب ثقة وتفاؤل في عمل، وفي عمل جاد ما عد امامنا غير الان ان نضع ثقتنا في المنتخب ونحاول ندي الزخم المعنوي المطلوب. والمدرب يعني حسب المعلومات اللي الواحد بيتحصل عليها من اللاعبين وتصريحاتهم المعلنة أيضا، إنه المدرب جيد وعنده فكر تدريبي وعنده منهجية أداء، متفائلين معه بشكل كبير. يمكن تابعنا إحنا مع منتخب تشيلي، يعني كل الأمور إن شاء الله إنه المؤشرات والبوادر طيبة، بس نحتاج ندي المنتخب الدعم المعنوي واللاعبين عارفين تماما إنه مهيئين ذهنيا كل أمورهم العالقة ومشاكلهم المادية مع أنديتهم وغير أنديتهم تم حلها من قبل المستشار تركي آل الشيخ. فالآن اللاعب الكرة في ملعبه، ما أمامك غير أنك تستعد بمشيئة الله وثقتنا فيك كبيرة عشان تشرف بلدك في المونديال. نعم. طيب أبو عبد العزيز، هي مرحلة مختلفة تعتبر باعتبار أنه خلاص صرنا على أبواب كأس العالم تقريبا. صحيح، لكن أنا أخشى من استمرار المدرب نفسه بالفكر اللي هو قاعد يلعبنا قدام بلجيكا. يعني مباراة اللي قدام بلجيكا أدخلت علينا شوية الخوف من الأسلوب اللي قاعد ينتهجه المدرب بجهله بشكل كامل عن بعض اللاعبين. يعني في لاعبين لعبهم ثقيل فما ينفع يلعبون أطراف. اللاعب قدام بلجيكا بدون محاورة الدفاع، يعني لعب ثلاثة محاورة كلهم هجوميين، فتح الباب قدام أفضل وسط أعتقد الموجودين في العالم. هي في الأخير احنا نقول مباراة ودية قاعد نجرب، مباراة الجاية هنشوف احنا كيف التشكيل يسوي. الآن من التشكيل هذا أنا استغربت في لاعبين مش موجودين وأنا توقعت كانوا موجودين، اللي هم الغنام والجبرين. في الأخير هي قناعة مدربين، لكن الغنام والجبرين، غنام يعتبر ثاني أو إذا ما كان من أبرز الأظهرة اللي موجودة الواعدة اللي ممكن يعني تبشر بأنه حيقدم نفسه بشكل جيد. الجبرين احنا ما عندنا إلا يلعب نفس طريقة الجبرين إلا عبد الملك الخيبري. يعني إبراهيم غالب وبقية المحاور ما يلعبون نفس طريقة عبد الملك الخيبري. الوحيد اللي يلعبون باثنين بنفس الطريقة اللي هو عبد الملك الخيبري والجبرين. فكنت أنا متوقع أن يكون موجود، لأن الآن أنت خلاص من الآن وطالع لابد أنك تثبت على التشكيلة، لأنه المدة زي ما قلت أنت قبل شوي أنت عندك أقل من شهرين الآن، فالمدة قصيرة يجب أن تلعب بالفريق اللي أنت هتمثل فيه وهتشارك فيه في كأس العالم. احنا في الاخير يجب ان نكون داعمين للمنتخب. صحيح. وكل قرارات المدرب احنا الان في دور ممكن ننتقل نعطي بعض الرؤى والاراء، ولكن لما يكون فعلا في المباريات الرسميه انت كل شيء خلاص ما عاد فيه، ما عاد فيه. انت مع المنتخب لين ما بعد البطوله يخلق الله ما لا تعلمون. بعد البطوله يصير خير، يصير خير فالبطوله انتهى الموضوع. لكن انا اتمنى فعلا انه في بعض الاسماء تحتاج ان توجد. طيب اليوم أيضا بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية والمرشحين لنيل جوائز الموسم الرياضي، أقيم حفل تكريم الفائزين بهذه الجوائز اللي بلا شك تعتبر أحد أشكال التحفيز المهمة في عالم الرياضة.
انطلقت الأندية السعودية مع بداية المسابقة المحلية هذا الموسم في رحلة طويلة من المنافسات القوية على حصد النقاط وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من الحضور المثالي مع كل ظهور. هذا السباق كان سجاله واضحاً للجميع بين الأندية على أرض الملعب، وكان يحمل في داخله سباقات أخرى بين اللاعبين والمدربين والعمل الإداري والفني داخل الأندية بشكل عام. اتحاد القدم أعلن في وقت سابق عن إقامة حفل تكريم لجوائز الأفضلية للموسم الحالي، واليوم كان الجميع في الموعد مع حفل إعلان أسماء الفائزين بهذه الجوائز. جائزة أفضل لاعب فاز بها محترف نادي الاتحاد تشيلي فيلانويفا كأفضل لاعب في الموسم، كما حصل على جائزة أفضل لاعب خط وسط. جائزة الهداف خطفها محترف نادي الفيحاء التشيلي روني فرنانديز بعد انفراده بصدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً. أما جائزة أفضل ظهير فقد كانت من نصيب المتألق لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني، وذهبت جائزة أفضل حارس إلى الأخطبوط الأهلاوي محمد العويس. الفيصل احتفل أيضاً بمدربه روك رازوفيتش الذي حصل على جائزة أفضل مدرب، كما حقق الهلال المركز الأول ونال جائزة المسؤولية الاجتماعية، ووقع اختيار أفضل لاعب واعد في الموسم على تركي العمار من نادي الشباب. أيضا رئيس اتحاد القدم ومن خلال أيضا حديثه اليوم لوسائل الإعلام أكد على أن هذه الجوائز تعد حافز كبير للاعبين، وأن الاتحاد حريص على مثل هذه المناسبات، وبيّن أن المنتخب الأول لكرة القدم يجد الدعم الكامل من قبل هيئة الرياضة. اللهم لك الحمد حتى ترضى. نحن محظوظون أننا أبناء هذا الوطن. الدعم سخي وكبير من سيدي خادم الحرمين الشريفين سيدي ولي العهد لكرة القدم والقطاعات الرياضية، ومتابعة كبيرة ودعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ لنا في قطاع كرة القدم، ونحظى بهذا الدعم بشكل مستمر. وما تكريم المتميزين في قطاع كرة القدم إلا واجب علينا، يعني حتى نحاول نرتقي بالمستوى الفني ومستوى التنافس ما بين اللاعبين في مختلف المراكز، وحتى على الصعيد الاجتماعي، وعلى زي ما لاحظتوا في جائزة أفضل لاعب واعد، أفضل فريق، الفريق المثالي، فريق المسؤولية الاجتماعية والمراكز المختلفة. في تنوع في هذه الجوائز، ومهم جدا أنها تستمر وتتطور حتى تكون حافز ودافع لأبنائنا اللاعبين ولعناصر اللعب المختلفة إن شاء الله في التطوير في المواسم القادمة. ما في شك المرحلة الرابعة كما يعلم الجميع ستبدأ يوم 25 بعد يومين، وستعلن التشكيلة اللاعبين اللي سينضموا للمرحلة الرابعة اليوم بالتحديد إن شاء الله. والمرحلة الرابعة تتخللها مباريتين، ما هي خلال أيام الفيفا طبعا، مع الجزائر واليونان، مرحلة مهمة وتحضيرية، ومن بعدها في ما يوجد المرحلة الخامسة والنهائية اللي فيها ثلاث مباريات كلها في أيام الفيفا مع إيطاليا وألمانيا وبيرو، وهذه كلها خطوات لتحضير الأخضر إن شاء الله حتى يكون في أفضل حال في مباراة الافتتاح وفي المباريات اللي بعد الافتتاح إن شاء الله. المنتخب في أيدي أمينه، أعد كل ما يمكن إعداده للمنتخب، ظللت كل الصعاب، وفرت كل الموارد، وجدنا كل الدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ أبو ناصر، ما قصر في تذليل الصعاب أو توفير الدعم المادي للمنتخب حتى نقيم هذه البرامج وهذه المعسكرات اللي يعني تضاهي أفضل البرامج يعني على مستوى التحضير لكأس العالم. فهذا كل أمور تدعونا للتفاؤل. عندما تنظر في أعين اللاعبين ترى يعني إصرار وحماس وتفاؤل فعلا، أنه يعني هذه مرحلة مهمة بالنسبة لكأس العالم، هو المحفل الأكبر، وهذا علم لا إله إلا الله محمد رسول الله. المملكة العربية السعودية تستحق منهم ومنا أن نقدم كل ما لدينا، وإن شاء الله إحنا يعني نحسن الظن في الله عز وجل، ونحسن الظن في أبنائنا اللاعبين أنه سيقدموا إن شاء الله المستطاع ما يجعلنا نظهر بالمستوى المشرف واللائق. طيب خليني أروح لك عبد الله فلاتة.
أكيد أنت شفت اليوم الحفل، الجوائز ما شاء الله تبارك الله، يعني كرأي شخص أنها راحت للأفضل، بس خليني أسألك، الجوائز اليوم كانت عادلة؟ يعني من كرموا اليوم أو من استلموا الجوائز هم الأفضل في الدوري السعودي؟ والله لو فندناها يعني معتز هوساوي يعتبر أفضل مدافع إلى حد ما، يعني يعتبر هو الأفضل. فيلانوفا أنا عجبني اختيار فيلانوفا، مو عشان فيلانوفا، عشان يعني نحن نخرج من خليط إنه بس اللاعبين السعوديين، اللاعب السعودي والغير سعودي، اللاعب المميز هو اللي يختار. هذه نقطة جدا ممتازة، سواء كان فيلانوفا أو لاعب آخر. نفس الكلام ينطبق على المهاجم، المهاجم الهداف يعني بالأهداف حسم. العويس عليه مسألة يعني جدلية أنا من نظري الصراحة. كيف؟ ماني شايف إنه هو الحارس الأفضل، لفيت ودرت بين الحراس قلت لا والله يستاهل. صراحة هو المعيوف كان ماشي كويس بعدين اختفى في آخر المباريات. طيب وياسر المسليم؟ ياسر المسليم في معيار موضوع حرمه إنه لازم تشارك 50% من المباريات. هو صحيح ما شارك، ما شارك ياسر كان مصاب صحيح، وبعدين ياسر هو الحارس الأول أنا عندي في الكرة السعودية حاليا، واضح من خلال مباريات المنتخب الماضية بأن ياسر هو الأفضل. أيوة ياسر هو الحارس الأساسي مع احترامي لكل الباقين، ما فيهم العويس ولا غيره. فواز القرني أنا الصراحة لو خيروني أخذ عساف أقول لفواز أجلس في نادي الاتحاد. أنا كخيار يعني كمتابع أشوف كده. وليد عبد الله مسجل تراجع وليد، لكن قد يكون النظرة إنه لخبرته أو لحاجة زي كده بيتم اختياره. هو ياسر المسيليم الحارس الأول، لكن بالمعايير هيكون المسيليم برا مو مشارك 50% من المباريات واستبعد تلقائيا، عشان كده لما لفيت قلت خلي العويس ياخذها. يستاهل ها. طيب فيلانوفا ما انت شايف انه افضل لاعب وسط وافضل لاعب، يعني في مبالغة في هذا الموضوع ولا يستاهل؟ يعني انا حقول لك ما يستاهل. اي اكيد صح. لا للامانه اصلا وانت تقدر تقول ما يستاهل. لا اقدر. وهنا جلست معاك وفي يوم ما حد كان ينتقد فيلانوفا، قلت لك صح. انظر للمباراه وفيلانوفا كان من اسوأ لاعبي الاتحاد لانه ما كان جاهز ومو قادر. لا بس انا اقصد انه بعد المستويات الاخيره وبعد ما متعك في الملعب تقدر تقول انه ما يستاهل؟ ما تقدر. كل اللاعبين اللي لعبوا في الدوري استمتع بهم، حتى لعيبه الفيصلي بستمتع بهم، وحافز كبير جال تدرب الفيصلي قبل النهائي. افضل مدرب ويستاهل. في ناس يقولون لك فتفه يستاهل انه يكون احسن لاعب. فتفه؟ ايوه يا اخي فتفه عليه خلاف في الاهلي. ايوه. تخيلني مثلا في فريق الاهلي عبد الفتاح عسيري، والله قاعد يقدم مستويات كبيرة الصراحة. بالرغم انه في انتقادات عليه، والله قاعد يقدم كورة حلوة وكورة جميلة. صحيح. وانا صحيح. اتمنى انه عبد الفتاح يلقى مجال في المنتخب الوطني بطريقة يشارك، ما اقول اساسي لا، لانه اللي بيلعبوا اساسيين الصراحة متميزين، لكن عبد الفتاح اضافة كروية يجب انه يستمر في الاهتمام بنفسه. أيه. عشان تستمر عطاءاته في التصاعد المميز اللي قاعد يقدمه. يمكن هو اخذ تحدي في يوم من الايام هم قالوا ما علينا من عبد الفتاح خلي يروح، فهد خط أحمر. عبد الفتاح قاعد يقدم مستويات متصاعدة مع النادي الأهلي ومتميزة واستحق الثناء والتقدير. قبل كم سنة عبد الفتاح كان لاعب واعد وغاب. صحيح. بعد كده تلاشت مستوياته لكن الآن رجع في نعم. المجمل عشان لا نخرج من موضوعنا. صح. الاختيارات مقبولة وفيلانوفا يستحق جائزة أفضل لاعب. نعم. طيب قبل ما أسمع رأي خالد خلينا نشوف الكابتن بدر الحقباني في حديثه للمنتصف، أكد بأنه ستكون هذه الجوائز دافع كبير لتقديم الأفضل في المستقبل. نشكر القائمين على الحفل، حفل جميل، وجود النجوم في هذا الحفل هو تتويج لهم، نبارك لمن حصل عليها، بالتأكيد هو حافز لهم وتقديم أفضل مستويات وحافز حتى للاعبين اللي مش موجودين اليوم في الحفل لتقديم مستويات الموسم القادم والحصول على مثل هذه الجوائز. طيب خليني أسألك أبو عبد العزيز، الجوائز اليوم ذهبت بالفعل للأفضل؟ طبعاً. وأعتقد أنا أول مرة أو أول سنة تكون الأغلب أغلب الناس مجمعين على أنه فعلا راحت للأفضل.
بالجميع. طبعا الهلال استحق انه النشاط الاجتماعي هو يعتبر الاول بامانه, عنده اعماله جباره. صحيح. اللاعب الواعد هنا انا حرصت انه اقوله تركي العمار, هو تركي العمار هذا من اكتشافات كارينيو. اوكي. النصر في مجموعه من اللاعبين موجودين واعدين, ولكن للاسف لا اداره الكره السابقه ولا الحاليه ولا المدرب السابق ولا الحالي طبعا انا ما اعتبره مدرب, اوكي, اعطوا فرصه لهذا الشباب عشان يطلعون يبرزون زي كذا. هذا الشيء صار في مع كارينيو, طلع مجموعه من لو لاحظت الشباب الان بدا يطلع اسماء كثيره. الموسم القادم الشباب حيطلع اغلب اللاعبين حيكونوا من الشباب الواعدين, حيقدم لك فريق مختلف كليا. نعم. انا اتمنى في الهلال, في النصر, في الاهلي, في الاتحاد, في الشباب عندهم لاعبين واعدين وما زالوا الى الان يستقطبون من الخارج, من انديه خارجيه طبعا. انا اقصد الان بوجود 7 لاعبين اجانب وانت عندك كل هذا الزخم من النجوم, الى متى انت تخليهم حبسي الدكه يخسرهم المنتخب ويخسرهم ناديهم؟ كلام سليم. يعني الان انا بصراحه كنت اتمنى انه ياخذ جائزه دبل حتى تحفيز للبقيه, بدل 150 الف تكون 300 الف, حتى تحفيز للانديه الثانيه انه خلوا نجومكم يشاركون, اعطوهم فرصه اللي فعلا يبغون يعطون قيمه للشعار ويعطون عطاء ويقدمون للمنتخب. نعم. هذول اللاعبين اللي ممكن احنا نقدمهم كاحتراف مستقبلي. الاحتراف الخارجي مع هذولي اللي في عدة 25 سنة صعب انك تخليه يحترف. الشباب هذولي ممكن يصيرون محمد صلاح آخرين. الشباب اللي احنا قاعدين نشوفهم الآن اللي هم حابسين الدكة. محمد صلاح حالة استثنائية يعني. احنا عندنا حالات استثنائية كثيرة. احنا شفنا شبابنا السعوديين في كل المجالات الأخرى في الحياة كيف برزوا. صحيح. احنا عندنا نجوم في الصين, كلهم في أمريكا, في أوروبا. أعطوا بس الشباب هذول يعطون فرصة, هم بذرة الاحتراف الخارجي. صحيح. طيب اليوم ايضا مراسلنا ايضا كان له لقاء مع الكابتن فواز القرني احد المرشحين لجائزة افضل حارس, وذكر انه اليوم اصبح هناك منافسة كبيرة بين اللاعب السعودي والمحترف الاجنبي. أشكر اللاعبين الذين ساهموا في حصولي للجائزة, وأنا ممتن لهم لأني حصلت على جائزة أفضل لاعب. إنه نهائي صعب, وأن الفيصلي فريق جيد وقوي, وسوف نبذل قصارى جهدنا لكي نكون جاهزين للنهائي, وإن شاء الله نحصل على كأس الملك. نحن نشكر القائمين على هذه الفكرة, نحن نشكر القائمين على هذه الجوائز اللي بتعطي بعض اللاعبين دافع معنوي كبير جدا, خاصة أمامك منعطف مهم جدا اللي هو مشوار كأس العالم. أتوقع أن هذا شيء كويس خاصة في المواسم القادمة, يعني تعطيك دافع أن تقدم كل ما عندك عشان تأخذها مرة ثانية, بس تعطيك أن تبعد عنك ضغط اللاعب الأجنبي أن بيجيبون لاعب أجنبي أن كذا, فيكون عندك كذا خيار أنك أنت تتعامل فيه مع هذه الجائزة. أتوقع أنه الفكرة جدا ممتازة, أتمنى أنها تتطور من أحسن لأحسن في المواسم القادمة بإذن الله. هذا اللقب فضل الله سبحانه ثم فضل دعاء الوالدين. الحمد لله ترشيحي للجائزة بحد ذاته دافع ومعنوي لي. أتمنى أكون أني عند حسن ظن الجميع, أتمنى أقدم الأفضل وأكون الأفضل دائما إن شاء الله. يعني حنا ما شاء الله قلنا فواز القرني وطلعنا أفضل لاعب في لنوفا وطلعنا أفضل لاعب واعد تركي العمار, وكلهم نقول لهم مبروك وتستاهلون وفيكم الخير والبركة. أيضا في ملف آخر على خلفية الأحداث اللي صاحبت موضوع كسر ميثاق الشرف, اتحاد القدم أصدر بيان وضع من خلاله النقاط على الحروف فيما يخص أيضا تصريحات المسؤولين في الأندية, وحذر بشكل واضح من التجاوزات اللي حدثت ما بين رؤساء الأندية. على خلفية التصاريح المثيرة من رؤساء الأندية فيما يخص الانسحاب من ميثاق الشرف والذي بدأه سعود سويلم رئيس نادي النصر وما تبعه من تعليقات وردود أفعال, أصدر اتحاد كرة القدم بيانا أعلاميا يحذر فيه من التجاوزات الأعلامية الغير مقبولة والتي ظهرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي, مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك وفق نصوص لائحة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ كان قد منح رؤساء الأندية حرية الالتزام بميثاق الشرف أو نقضه
موضحا أنه طبق من أجل تخفيض قيمة عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم. اتحاد كرة القدم أوضح في بيانه أن التراشق الكلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين بعض رؤساء الأندية تسبب في إحداث ردود فعل سلبية في الوسط الرياضي، مبديا أسفه على هذا التعاطي الإعلامي الغير مقبول، داعيا مسؤولي الأندية إلى التوقف عن هذه الممارسات الإعلامية السلبية. يعني هذا من بين المواضيع الجدلية اللي كانت في 48 ساعة الماضية، وشفنا ردود واسعة وردود فعل أيضا من بين الجماهير وأيضا المنظومة الرياضية اللي تكلمت عبر بيان رسمي وحذرت من الانزلاق في مثل هذه، نقدر نقول أنها المهاترات الإعلامية إذا صح التعبير. خلينا نسمع رأيك أبو عبد العزيز. الطريف أن ثلاثة أندية قاعد يتكلمون، كل أنديتهم مديونة وعليها ديون وعندهم راتب متأخر. عارف، وكل واحد يقول لك انا بتجول، والثاني يقول طيب اقل شيء سدد ديونكم اللي عليكم بعدين يبدو فيها. هذا واحد. اثنين، حطوا نفسهم قدام الان قدام الجمهور قدام محك. الان رئيس نادي النصر سامي الجابر رئيس نادي الاهلي، ان لم تفي انت فعلا بوعدك وتجيب لاعبين للنادي فانت قاعد تطلق تصريح للهواء، وهذا مش كويس في حقك كرئيس نادي. ان انا اكون اعلامي او ان اكون عضو شرف فممكن تسوي مداعبات اعلاميه مو مشكله، بس لما تصير رئيس نادي وتطلع توعد الجماهير، انت قاعد تتكلم على جمهور وراءك بالملايين. فلما توعد انه انت حتجيب لاعبين فيجب ان تنفي بهذا الكلام. نفس الكلام ينطبق عليهم كلهم. انا اتكلم على الثلاثه. الثلاثه انت رئيس نادي في الاخير. كلهم اطلقوا هذا الوعد. نعم، انت قلت بجيب وبسوي، والثاني يقول بتجول، والثالث يقول بطق الباب تسمع طق باب الناس وشيء زي كذا. طقوا باب وشيء زي كذا. فيلا الميدان يا حميدان. اوكي، هذه مشكله حتعيدنا مره ثانيه للدفع المبالغ الكبيره وتنشيط السماسره مره ثانيه. ولكن هم اختاروا هذا الباب، يتوكلون على الله. الان الوعود انت اطلقتوها فيجب ان تكونوا قدها. اثنين، ديون اللي عليكم، هل من حيسددها؟ هل حضر الهيئه تسدد عن الانديه؟ الان الهيئه انقذت سامي الجابر من 8 مليون، انقذت سامي الجابر في عدد من اللاعبين، صح؟ والرواتب، الرواتب ما تكلم عليها، بس اكيد انها جايه يعني لازم تسدد. يا تسد معناته يعني طيب اوكي، ايش بيسوي سامي اذا كل شيء بيسويه تركي آل الشيخ؟ سامي انت ايش دورك؟ صح ولا لا؟ اعضاء شرف الهلال وينهم؟ انا قلناها الحلقه اللي فاتت، وين انتم يا اعضاء شرف الهلال؟ اذا المفروض هذا دوركم، انتم وعدتوا سامي الجابر انكم توقفون معه زي ما وعدتوا الامير نواف وقفتوا معه، هذا دوركم في الاخير. هذا سامي الجابر رئيس نادي الهلال، يعني ما هي مشاكل خاصه. نفس الشيء اعضاء شرف نادي النصر، نفس الشيء اعضاء شرف نادي الاهلي. إلى متى رعاء الهيئة هي اللي دائما الساند والرافد الرئيسي لهذه الأندية؟ الآن صار دوركم أنتم تقومون بهذا الشيء، ورأس الأندية يجب أن تطبقوا الكلام اللي أنتم قلتوه، أو أنتم حتوقفون قدام جمهوركم. أنت اللي في الأخير حتلامون، حيكون زي استقبالكم استقبال الأبطال يا يكون استقبال آخر في الملاعب. نعم. طيب، ما تعتقد اليوم سعود السويلم أيضا هو من يشعل هذا الفتيل بالتغريدة اللي أطلقها مثلا؟ والله سعود السويلم برر. وانا ارى انه هو، انا وجهه نظري انا ضد ميثاق الشرف. انت ضده من البدايه ولا من البدايه من الاساس؟ يعني شوف، ترى في ناس لما وقع ميثاق الشرف الناس باركت الخطوه، قالت حلوه بين الانديه وراح يستقر لعيبه المنتخب وراح نخفف من الالتزامات الماليه. لا لا تختلف. ولما طلع الموضوع هذا ميثاق الشرف يكون موجود اوكي، ولكن في اشياء معينه بتكون موجوده برضو. يعني الان انت انا كنادي لما نتفاوض، انت يعني مثلا نجيب عبد العطيف. عبد العطيف فريق حسب تصريحه هو اللي قاله الرجال السلمي النادي اهمله اوكي، ما تفاوضوا معه، ما لقى اهتمام. وجد اهتمام في نادي ثاني، ليش ما يروح؟ صح ولا لا؟ هذه الكوره اللي نعرفها احنا، هذا هو. اوكي، انا اذا نادي مو مهتم ليش انا اتدخل وادعمه؟ فاللي انا شفته ان هو يحافظ على مكتسبات نادي النصر، فهو اتخذ هذه الخطوه. من حق الانديه الثانيه تقول بما انه انت الغيت هذا ميثاق الشرف احنا نفس الشيء ننسحب منه. وعشان كذا قالها معالي المستشار، قال انه حيوحشنا ميثاق الشرف. فاي نادي الان خاص يحمي نفسك. انتم طلبتوا هذا الميثاق والان انتم نفسكم عرضتوه. نعم. طيب، فانا اقول لك الان زي ما قلنا قبل شوي، الان انتم صرتوا على محك، يعني انكم تحملون لاعبينكم فعلا تقدمون لهم اللي يحتاجونه. النقطه الثانيه انه انتم تجلبون لاعبين بقدر ما وعدتم فيه الجمهور.
نعم. طيب عبد الله فلاتة، بنفس ما يقال في سامي الجابر في الهلال ايضا في سعود السويلم في النصر، في ناس يقولون بدال انت ما تفاوض مثلا لاعبين في الهلال او في غير الهلال، الاولى انك تسدد الديون اللي عليك اللي موجوده والالتزامات وتحصل على الرخصه اللي تخليك تشارك في دوري ابطال اسيا. والرجل يقول موضوع الرخصه يعني موضوع محسوم انه النصر حيحصل على الرخصه، وانا اعتقد انه هو محتاج لاعبين وبيفاوض، وواضح انه عنده الملاءه الماليه اللي تسمح له انه يتعاقد. ما يمنع الصراحه، بس ممكن تكون الالتزامات الماليه اليوم هي من تخصص او من اختصاص هيئه الرياضه، ويتفرغ هو مثلا لتوقيع او التعاقدات الجايه بالاجانب والمحليين، ممكن كذا يفكر والله، او كذا الاتفاق اللي بينه وبين هيئه الرياضه مثلا. الرؤساء المكلفين لابد يكون التكليف يعني يتضمن اتفاقيات معينه الصراحه حقيقة، في دعم موعودين بالذات يعني ممكن بعض الرؤساء يعني يتضح لك يعني انه اكيد يكون في دعم وحاجة زي كده، واتصور انه موضوع الديون يعني ان شاء الله حيحل ان شاء الله انه ينحل هذا الموضوع بشكل عام للأندية وكله حل. اللي بدي اقوله انا دائما وابدا الصراحة مع الإثارة ومع التصريحات، يعني انت ضد البيان، بيان اتحاد كرة القدم وفي الرياضة اوصل نقطة في الرياضة، أنا ضد الرسميات، ضد البيان، الرسميات والمثاليات، أبى التنافس والإثارة. ولما عليك. يطلع رئيس نادي النصر يقول أنا يعني السومة هدف مستقبلي، يا أخي في كل أندية العالم وفي كل العالم هذا اللاعب في دائرة اهتمامنا، نحن نقول لا هذا تحريض، هذا تشويج، لا يا أخي من حقه يقول لو راح فاوضوا قبل الفترة الحرة صحيح. هنا خالف النظام صحيح، لكن انه في دائرة اهتمامي ما فيها حاجة. بس كيف يقول لك في دائرة اهتمامه واللاعب مرتبط بعقد مع النادي مستقبلا؟ اقول مستقبلا يعني انا في الرياضة قوانين وانظمة جالس تشوش على اللاعب كذا. لا 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 بس خلينا نتكلم بصراحة. ابو احمد هي مستفزة، هي مستفزة ابو احمد. لا ابو احمد لحظة، لا ما في، ما هي مستفزة الان يا اخي، زمان كنا ونحن لسه هو اطلع رئيس النادي يقول لاعب اتمناه في فريقي، هذا اللاعب مره عادي. طيب يعني مسار احترام. الاهلاويين لما فاوضوا فهد المولد يعني قامت القيامه في الاتحاديين، وهي مفاوضات لسه تذكر في فتره ماضيه. ومين قال مو من حقهم يفاوض؟ بس ليش زعلتوا انتم؟ انا لا ماني، ما تكلمني من الاتحادي. ايوه يا سلام عليك، يا سلام عليك. بس انت زعلت. لا ما تزعلت، قلت لك حق مشروع، لكن قلت لك يا عبد الله، وكان الزميل حسن واتحديته. أيه. قلت له يا حسن فهد خط احمر ولن يذهب. طيب هذا وش نفهم الكلام هذا لما يقول انت تاخذون عسيري ممكن لا. لكن فهد المولد خط احمر. خط احمر خط. أيه. انا اقول لك ليش، انا اقول لك ليش فهد رمز زي نور. أيه. كان يتفاوض مع الاهلي ويبلغ الاتحادين بكافه التفاصيل. يعني ما هو رايح. ما هو رايح هو ما بيروح، بس اللاعب لما تتجاهله احيانا ممكن يحرك الامور. لا قال ولا اكثر، فانا واثق انه اللاعب ما يبيله اي دي. فلما والله انا اذكر من بين الردود اللي جتني قالوا انه عبد الله فلاتة اصبح متحدث رسمي لنادي الاتحاد. لا 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 لما قلت فهد المولد خط احمر عمره ما قال لي متحدث رسمي على عبد الله فلاتة. أيه. ودائما يا ابو ابراهيم انا ما اتكلم، أؤكد على نقطة. أيوة. أتكلم بوجهة نظر إعلامي، عمره ما حد قال لي متحدث رسمي نادي لا بالعكس. أنا أتذكر قلتها لواحد من الزملاء. أيه. فماني حاب أذكر اسمه لأنه ما هو موجود. قلت له يقول عنك متحدث رسمي للنادي يعني. بس أنت يا أبو أحمد لما يكون في مفاوضات وتطلع مثلا على الهواء وتقول فهد المولد خط أحمر، الناس تاخذها بانك انت مصدر. لا يعني لا عزيزي، خط احمر للاتحادين مو عبد الله فلاتة. انا قلت للاتحادين فهد المولد خط احمر. طيب خلونا انت كسبت في برنامجك ولا ما كسبت؟ كسبت خلاص. طيب لا شوف، ما دام تصريح من عبد الله فلاتة اكيد حتكسبها، واكيد كل الناس حتتابعه. هذا شيء طبيعي بالذات كان امر الاتحادي. لكن انا اتكلم، شوف الان ليش ما يصير انتقالات بين اللاعبين والانديه؟ هذا ديدن الاحتراف كاملا. صحيح، احنا مشكلتنا دائما نقيس على العاطفه مش على المنطق. طيب بس قبل ما ختم ودنا كذا نشوف الفائزين اليوم في جوائز الموسم الرياضي كذا، في طاقم البرنامج مسوي كذا استعراض بسيط قبل ما نختم البرنامج، نذكر بابرز اللاعبين لجوائز الموسم 2017-2018 وشوفها يا شباب على الهواء. جائزه افضل لاعب في
الدوري السعودي للمحترفين فيلانوفا، جائزة أفضل نادي أيضا في المسؤولية الاجتماعية والفريق المثالي نادي الهلال. إذن كانت هذه أبرز الأسماء اليوم الفائزة بجوائز الحصاد الموسم الرياضي. ما عاد عندي كثير من الوقت، شكرا خالد الغانم الناقد والإعلامي الرياضي المعروف، شكرا لك أبو عبد العزيز. شكرا لك، بس تسمح لي بس ما عندي ولا دقيقة كلمتين. ما عندي ثانيتين تفضل. أحب أوجه شكر لصقور السعودية اللي تمكنوا اليوم من الصياد بعد ما تركوه، كان جنبه أطفال خلال الأشهر اللي فاتت، الله سبحانه وتعالى مكنوا منهم خلال اليومين اللي فاتت، واتمنى إن شاء الله تعود اليمن لأهلها. شكرا عبد الله فلاتة أيضا الناقد في برنامج ثانية المنتصف. ثانية واحدة بس، بكرة قرعة البطولة العربية صح، وهي ثالث أغلى بطولة يعني من حيث الجوائز في العالم صح، وهذه النقلة النوعية السعودية لما تتبنى مواضيع بكل قوة صحيح، على مستوى العالم العربي ككل. طيب، تحية لهيئة الرياضة الصراحة على نعم، هذا العمل الجبار اللي شكرا بيكون. لكل من تابعنا، ما عندي وقت، تصبحون على خير.